من الأمور الأساسية أيضا كثرة التكرار. التكرار كما يقال حياة العلم مدارسته، حياة العلم. التكرار هذا ينفع ويفيد ومطلوب ممن من طالب العلم ومن المعلم، يعني من المعلم ومن المتعلم. كلما كررت كلما كنت أقرب للتمكن من العلم، لذلك حياة العلم مدارسته. أنت لا تنسى اسمك، لا تنسى مثلا عنوان بيتك، لا تنسى الفاتحة، لا تنسى مثلا أسماء أخوانك. لماذا؟ بسبب التكرار. فأنت لو كررت العلم، درسته مرة ومرتين وثلاث وأربع ومئة ومئتين بل وأكثر من ذلك، فهذا ليس بكثير. أولا أنت تتعبد الله عز وجل بهذه المدارسة وهذا العلم. ثانيا حتى تتمكن منه، حتى تتمكن منه.